شفتوا هاد النهار هاد اليوم كان حافل باللقاءات و كان على رأسها عقد عدة اتفاقيات مع اليوم مجموعة البنك الشعبي وبالحضور ديال الرئيس البريزيدون ديريكتور جينيرال سنترال اللي كان حاضر شخصيا إلى جانب واحد طاقم كبير ديال المديرين ولي بريزيدون ديال مجموعة البنك الشعبي. هذا الحضور يدل على شيء، يدل على أن كاين عطاو أهمية جهة الشرق، وجهة الشرق توفر تسهيلات وهناك عدة فرص للاستثمار بهذه الجهة. اليوم كاين اتفاقية ديال هذاك الاقتناء ديال المقر ديالهم أو وضع رهن الإشارة ديال الجهة مجانا لمدة 3 سنوات اللي غادي يكونوا في الاستوطان ديال المقاولات الناشئه، واللي تسنيت فيه اتفاقيه مع المديره العامه للتكنو بارك، اللي غادي هذاك المقر غادي يكون هو عباره عن حاضنه للمقاولات في انتظار انه يكون هناك عده مشاريع مماثله في باقي الاقاليم واللي غادي تستفيد منه جميع الاقاليم ديال الجهه. وهناك كذلك اتفاقية لتمويل تعاونيات لهذه مهمة بمبلغ 500 مليون تاع الدرهم، هذا مبلغ مهم لدعم التعاونيات والمقاولات الشابة. وكذلك هناك المساهمة ديال البنك الشعبي في هذاك المنصة اللي غادي تكون خاصة للتعاونيات اللي تبنات حدا التكنوبول، اللي غادي تكون فيها لا ترانسفورماسيون ديال لي برودوي تيروار. هذه البنك الشعبي غادي يساهم في راس المال ديال هذيك، غادي تكون شركه وساهم في راس المال ديالها اللي غادي تسير هذاك المشروع هذاك. وهذا كله ينصب في اطار خلق فرص الشغل، وكتمشي في نفس التوجه ديال النموذج التنموي الجديد اللي صار عليه صاحب الجلاله. شكرا. الله يحفظك. و واحد 3 ديال الاتفاقيات مع الجهه ديال الشرق، وحده سوغ التمويل، تمويل للمقاولات الصغرى اللي غنمولوها مع الجهه، باش غيكون واحد الدعم ديال الجهه، وغيكونوا واحد فرص الشغل مهمين في الجهه ديال الشرق. وهذا واحد التمويل بحال اللي قلت اللي غيكون بين الجهه والبنك الشعبي، اللي غيكون عندها 60% 65% والجهه 25% ديال هذا التمويل. ان شاء الله تنتسناو بعد 5 سنين غيكون اكثر من 400 مليون ديال الدرهم او 500 مليون ديال الدرهم اللي غيتمول في هذا الاطار. الاتفاقيه الثانيه هي اتفاقية على واحد شركة مع الجهة في واحد لازون داكتيفيتي اللي غيدعم حتى هو ديال ليزونتربريز اللي عندهم واحد الصفة ديال التعاونية ديال لي كوبيراتيف، فيهم لي برودوي ديال التيروار، لو كومان، لو ميعسل، ولو ميال، اكسيتيرا. واللي غيكون واحد الشركه ديال اللي غتنشا باش بور جيري اي ميم بور كونتري اون بارتيسيباسيون في هاد لا زون داكتيفيتي، باش يعطي واحد هو دعم كبير وواحد الفرص الشغل مهم للجهه كلها. والاتفاقيه الثالثه تركز على واحد المقر ديال البنك الشعبي غنشوفوا كيفاش غيتكون داك الشيء الجهه، وغيكون فيها واحد التكنو بارك اللي غيكون فيها، اللي غيكون عندهم دي جون اونتربرونور. واتفقنا ان شاء الله دابا واحد جوج سيمانات 3 سيمانات باش نتفقوا على لا باش غيكون كرا او باش غيكون باش غيتباع، وغنظن باش نتفقوا ان شاء الله. فوالا هادو هما 3 ديال الاتفاقيات، وان شاء الله
البنك الشعبي عنده واحد دور مهم في الجهات, وهذا الدور هاد اللي عندنا في هذه الجهة بالخصوص مهم بزاف, مهم بزاف, وإن شاء الله يعطي واحد دعم كبير للاقتصاد والنمو ديال هذه الجهة إن شاء الله. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.